السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نشوفوا ولي سعيدة يستاهل التحية ولا لا. قالوا له السكنير ما يمشيش في المستشفى، كي راح ليهم شعلوه لاق يمشي، شهدوا زيارته الهجائية. لا تنسوا اخواتي وضع اللايك والاشتراك، واحكوا لي ايش رايكم فيه. طبعا هذه زيارة مفاجأة، زيارة فجائية اجت لهم. ماشي ماشي ماشي.
شيء ولا كان في داني ما أشتري أنا جيت استعمل. نعم. ان شاء الله يقدرك وتهلا بصحتك.